السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسنا هو في طريقة تلقيح النخل، يعني للمبتدئين والأكثر الناس يعرفون، لكن شبابنا صغار. أولا قبل كل شيء نعرفكم على اللقاح. هذا يسمى اللقاح، شلون؟ طبعا هذا يؤخذ من ذكر النخل. الميزة اللي تميزه انك لو تضربه يعني بيدك يطلع غبار. جرب كذا تلاحظ يطلع غبار. هذا هو اللقاح. طيب الآن الطريقة كيف نلقح النخل والدنيا كلها شوك. تعرف على طلع النخل. الآن يلاحظ ان النخل أطلع، يقولون أطلع النخل، هذه يشق الأكمام هذه اللي تشوفونها، ها شوف بالمحش علامة هذا الأكمام، شوف شلون هذا الطلع هذا الأبيض، وهذا الكم اللي كان ضام الطلع. الآن تعلم على كيف نلقح النخل وطريقة الوصول إلى هذا الطلع. أول شيء تمهد الطريق للدخول، وذلك بالتشويك العسبان. وش التشويك؟ يعني أنك تشيل الشوك. لاحظ طريقة، يصير معك محش مثل هذا، هذا يسمونه محش، بعضهم يسميه مخلب، بعضهم يسميه منجل. فتشوك الطريقة هذه، لاحظ مع، شوف هنا في شيء زي الغراء، تحاول انك ما تؤذي العسيب. شوف شلون الطريقة، على فوق يصير المحش على فوق، شوف الحين هذا صار ناعم ما في شوك. هذه هي الطريقة، تنظف هذول كلها عشان تقدر توصل للعذق. ونكمل في مقطع آخر، خليه على طول صور. والآن بعد ما وصلنا للعذق نحاول ناخذ طريقة التلقيح. أول شيء كل يدينك تدخلها، تاخذ هذا اللي جره على تحت شوي، وبعدين نخلص العذوق منه ونقص هذا. لو استخدمت المقص لا بأس، بعدين نطلع هذا كذا باليد. كان في حشرات نوخرها، طلع باليد كذا، نحنيه شيء، لمنا جهتنا كويس، ثم نتجه للقاح. انزل يا حسان شوي. ناخذ طبعا كل نخلة لها مقدار من اللقاح، ناخذ بالمقدار هذا تقريبا، ثم نتجه للعذق اللي تو سوينا كذا احنا. ايوه، نضع هذا داخل، لاحظ الطريقة، حطه داخل العذق، داخل العذق، بسم الله. ثم نضم بيدينا هكذا، نضم العذق بيدينا كذا، ناخذ خوصة من هذولي، هذه خوصة، صور حسان هنا، خوصة عبارة عن حبل، زي الحبل، نربط فيه العذق، نربط العذق بالخوصة هذه مع النص تقريبا، مع النص
بالخوصة، واخترنا الخوصة لأنه إذا نضج العب ينفل بنفسه وتنقطع هذه تنكسر. الآن ربطنا العبق وداخله اللقاح، آخر خطوة تعطيها ضربة كذا لين يغبر. شلون غبر اللقاح؟ وبسم الله توكلنا على الله. خلاص.